وكسبنا برضو المغرب في مباراه وديه 3-2 في المغرب. النهارده المباراه الثانيه وقدر المنتخب المصري يفوز 2-1، واللي احرز الاهداف او الهدفين لمنتخب مصر النهارده محمود صابر، وادى منتخب مصر بشكل كويس جدا زي ما احنا شايفين اهو. اسامه فيصل كابتن المنتخب ولاعيبه المنتخب الاولمبي فوز مره اخرى على المنتخب الاولمبي المغربي، وبكره ان شاء الله هتعود بعثه منتخب مصر الاولمبي من المغرب الى القاهره، واللعيبه تنضم الى انديتها. النهارده كمان كان في مباراه لمنتخب الشباب مواليد 2003 امام منتخب بنين للشباب، وانتهت المباراه بالتعادل السلبي 0-0. المباراه كانت في استاد القاهره، برضو دي المباراه الثانيه الوديه لمنتخب مصر بيلعبها مع منتخب بنين. كنا كسبنا المباراه اللي فاتت 1-0، والنهارده اتعادلنا 0-0. برضو منتخب مصر للشباب بيستعد لبطوله امم افريقيا للشباب اللي هتقام في القاهره ان شاء الله فبراير 2023. بسرعه كده نشوف اخبار الانديه المصريه اللي بتستعد لبطوله الدوري. هنقرا عناوين سريعه كده. الاهلي بيبحث مع كولر مصير عروض الشتاء لاستعاره بعض لعيبه الفريق. في طبعا بعض اللعيبه في النادي الاهلي زي محمد محمود، زي رامي ربيعه، زي زياد طارق، يعني حسام حسن برضو لاعب المهاجم جاي لهم عروض انتقال اعارات في شهر يناير. فالاداره قاعده مع مستر كولر عشان تشوف الاهلي محتاج ايه، الاهلي محتاج ايه، وممكن يطلع مين اعاره في الفتره القادمه. طبعا حمدي فتحي كمان عنده اصابه في العضله الخلفيه، وفي ترقب في الاهلي هل هيلحق مباراه المقاولين ولا لا، نشوفه بس الاصابه هتوصل ايه. فيوتشر بيخاطب الاهلي لضم محمد محمود في شهر يناير القادم. نادي فيوتشر عايز يضم محمد محمود من الاهلي. في جلسه مهمه خلال الايام القادمه لحسم مصير كهربا. كهربا لغايه دلوقتي الامور معلقه، ومفروض كهربا يدفع الغرامه عشان يبدا يشارك مع النادي الاهلي مره اخرى. فالفتره الجايه في جلسه مهمه هتحسم مصير كهربا مع النادي الاهلي. مستر فيريرا النهارده سافر البرتغال فجاه في حاله وفاه. مستر فيريرا مدرب نادي الزمالك ابن مراته ابنها، يعني مش ابن فيريرا، لا ابن مراته، ابن مرات فيريرا كان يظهر متجوزه قبل فيريرا، فابن مراته توفى فذهب الى البرتغال في اجازه ممكن تقعد اسبوع لحضور الجنازه ودفن ابن مراد فيريرا. وكده بنسبه كبيره فيريرا مش هيلحق قياده الزمالك في مباراه المصري القادمه. الزمالك والمصري هيلعبوا يوم السبت القادم ان شاء الله في كاس مصر، فاللي هيقود المباراه مساعد فيريرا والكابتن اسامه نبيه. فيريرا بيطلب تدعيم هجوم الزمالك في شهر يناير. النهارده برضو في مباراه وديه، الطلائع كسب حرس الحدود 2-0 في مباراه وديه. الاتحاد السكندري بينهي معسكره في القاهره، ومستر زوران بيستعد للمحله المباراه القادمه، المحله والاتحاد السكندري يوم 30 نوفمبر ان شاء الله. نادي الداخليه نقل ماتشاته من استاد السويس الجديد الى استاد بتروسبورت. الداخليه كان لعب اول ماتش ليه في الدوري في استاد السويس، ونجح نادي الداخليه في نقل لقاءاته الى استاد بتروسبورت هنا في القاهره، واول ماتش للداخليه على استاد بتروسبورت هيكون يوم 1 ديسمبر. اتحاد الكره وافق على نقل ماتشات الداخليه من السويس الى القاهره الى ملعب بتروسبورت. الاسماعيلي هيظهر بالتيشيرت الجديد في مباراه فاركو ان شاء الله يوم الاربعاء. النهارده في الدوري الممتاز به اداره بتروجيت قررت ده التيشيرت الجديد بتاع نادي الاسماعيلي هيلعب بيه في الظهور الاول. التيشيرت ده هيكون يوم الاربعاء اللي جاي في مباراه فاركو في اسكندريه. النهارده اداره بتروجيت قررت اقاله الكابتن هيثم شعبان من تدريب بتروجيت بسبب سوء النتائج في الفتره اللي فاتت في بطوله الدوري الممتاز به مجموعه القاهره والقناه. منتخب مصر للشباب في السلاح لعبه السلاح السيف بتتوج بذهبيه كاس العالم في تونس. منتخب مصر للشباب لسلاح السيف بيكسب بطوله كاس العالم لسلاح السيف في تونس، انجاز كبير للرياضه المصريه. وكان المباراه النهائيه فوز منتخب مصر على منتخب اوزبكستان بصعوبه بعد مباراه ماراثونيه انتهت بنتيجه 45-44 لصالح المنتخب المصري. مبروك بطولة كأس العالم للسلاح السيف اللي أخذها منتخب مصر للشباب في تونس. محمد الشرباجي لاعب الاسكواش بيتوج ببطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش، وطبعا زي ما قلت لكم
محمد الشرباجي طبعا لعيب مصري ولكن دلوقتي بيلعب بالجنسيه الانجليزيه. النهارده محمد الشرباجي بيحقق بطوله سنغافوره للاسكواش. منتخب مصر للكاراتيه بيتوج بالمركز الاول في بطوله العالم اللي اقيمت في سلوفينيا، ومنتخب مصر للكاراتيه بعد فوزه بالبطوله بيرفع علم فلسطين في سلوفينيا، يعني نوع من انواع طبعا التضامن مع اخواتنا في فلسطين واخواتنا الشعب الفلسطيني. فوز منتخب مصر للكاراتيه ببطوله العالم في سلوفينيا للكاراتيه التقليدي تحت السن، وزي ما قلت لكم رفعوا علم فلسطين بعد الفوز بالبطوله تضامنا طبعا مع الشعب الفلسطيني.